السلام عليكم شباب، شو اخباركم؟ عساكم بخير، ان شاء الله تكونوا بألف صحه وسلامه. من شوي اعلنت سامسونج عن هواتف النوت 20، وراح نشوف اليوم كل تفاصيل النوت الترا بالسعر، المواصفات، الاداء وكل شيء تقريبا. لكن قبل لا نبدا، اذا كنتم من عشاق التقنيه فكروا بالاشتراك في القناه، لان دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات. خلينا ندخل في التفاصيل. مثل ما كنا متوقعين من أشهر في هذا القناة، سربنا تقريبا كل شيء، ما في أي مفاجأة تقريبا. راح يجي بمعالج سناب دراجون 865 بلس وب 12 جيجا رام. البطارية راح تكون 4500، راح يبدأ ب 128 جيجا مساحة داخلية إلى 512، وأحلى شيء أنه تقدر تركب له ميموري خارجي مايكرو اس دي كارد. الشاشة عملاقة بقياس 6.9 إنش، وتعتبر من أفضل الشاشات في العالم. راح تجي بتردد 120 هرتز، لكن مثل ما قلنا لكم سابقاً راح يكون هذا التردد متغير على حسب التطبيق اللي فاتحنا والشيء اللي قاعد تسويه. لكن للأسف إذا خليت الهاتف بأعلى جودة شاشة راح ما تقدر تخلي تردد عالي طول الوقت، راح تخسر هذه الخاصية فمعظم الوقت. فإذا كنت تفضل التردد على جودة الشاشة، اختار الخيار الوسط، راح تقدر تحصل شاشة ممتازة بالإضافة إلى تردد سريع وعملي. راح تحس أن الجهاز أسرع من النوت 10 بكثير. تصميم مربعي رهيب، الحواف أصغر وتقريبا مش موجودات، الكاميرا في النص، الكاميرا الأمامية، الحواف فيها انحناء لكن أقل. وأتوقع أن خلاص سامسونج شافت أن هذه الطريقة مش عملية وراح تلغيها في السنوات القادمة. الكاميرات في الخلف طالعات كثير لدرجة أنك تقدر تحط صبعك وتوقف الهاتف على إيدك من الكاميرات، لأنها طالعات كثير عن الجسم الجهاز. طبعا الكاميرات الثلاث الأساسية 108 بكسل، 108 ممتازة لما تقرب بعد ما تصور راح تحصل التفاصيل ما ضايعة. ب 1.8 فوكال لينث مع مانع اهتزاز، راح نجربه ونشوف كيف أداء. أتوقع من أفضل الكاميرات في الهواتف المحمولة كعادة سامسونج. بالإضافة في كاميرتين ثانيات، التلسكوب التقريب اللي تجي ب 5X فيزيكال، لكن تقدر تقرب لحد 50X عن طريق السوفتوير. العدسة الثالثة عدسة واسعة. ما نقدر نتكلم عن الكاميرات بشكل كبير إلا بعد التجربة، لأن أحيانا تكون نفس الأرقام لكن في الواقع لما تجرب الهواتف مع بعض تلاحظ فرق كبير. طبعا يجي بمنفذ USB Type-C، شحن سريع، شحن وايرلس، حماية ضد الماء والغبار، وطبعا ما في منفذ عشان السماعة، خلاص انتهى عصر منفذ 3.5 mm. للأسف ما يجي بالبطاقة السيم الإلكترونية، يجي فقط بالنانو سيم كارد العادية. في نسخة تجي بدبل سيم أو دول سيم اللي يحتاج أكثر من رقم. طبعا الميزة الأساسية في هذا النوت القلم، القلم انتقل مكانه، بالإضافة تم تقليل التأخير لما تبدأ تكتب لدرجة أنه صار مثل قلم الآيباد الرهيب اللي تسوي آبل، فبتلاحظ أنك لما تكتب في نفس اللحظة راح يتطبق في الهاتف. كان في تأخير تقريبا من 48 ملي سكن صار 9 ملي سكن فقط. أما بخصوص السعر، راح يبدأ ب 1299 دولار، سعر صادم أشوفه صراحة، أوفر برايس. صح أن المواصفات رهيبة ومن أفضل الهواتف اللي موجودة في العالم، لكن 1299 دولار أشوفه غالي، وخاصة أنه بعد عدة سنوات راح يتوقفن التحديثات أو الأبجريدز لنظام الأندرويد. فما أدري والله، هذا الشيء الوحيد اللي زعلني في الإعلان عن الألترا 20. راح يبدأ بيع هواتف النوت في 19 أغسطس مع تقريبا كل الأجهزة اللي سامسونج أعلنت عنها في هذا المؤتمر. راح نفحصها، نجرب الكاميرات، نقارنهن بالأجهزة الثانية، وإن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا تعملون لايك إذا عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة إذا عجبتكم. شكرا لكم، ولحد الفيديو القادم أشوفكم على خير.